من أجل الإفلاس، من أجل التشرد، من أجل كل المعاناة التي تعانيها اليوم وكالة الأصفار، لأنها في الواجهة أمام الزبون وأمام كل الشركاء. اليوم نترحم على هذا القطاع، اليوم نترحم على قطاع يضم العديد والعديد من الطبقة الشغيلة. اليوم جينا نوقف سلميين، نندد ونرفع شعار صامدون صامدون للإفلاس رافضون. جينا اليوم أيضا لنترحم على إخواننا الذين فقدناهم في هذه المدة وفي ظل هذه الجائحة. جينا اليوم لنترحم على كثير من الزملاء الذين ماتوا والذين تشردوا والذين أغلقوا محلاتهم. جينا لنترحم على كثير من إخواننا الذين فقدوا شغلهم وعملهم، والآن شركاتهم مقفلة بل تعلن إفلاسها. جينا اليوم لنترحم على هذا القطاع وتنقل كلمة بلسان الجميع أننا نقول بفتح الحدود. أنقذوا وكالة الأصفار، أنقذوا وكالة الأصفار. نعم للحوار، نعم للحوار. السياحة تحتضر، السياحة تحتضر. ولذلك نرفع أكف الضراعة إلى المولى جل وعلا أن يرحم الزملاء الذين فقدناهم في هذه السنتين، فاللهم ارحمهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم من كان منهم ميتا فاللهم يا ربي تقبلوا عندك من الشهداء، اللهم ارحموا رحمة واسعة، اللهم ارحمهم رحمة واسعة، اللهم من إخواننا من له حاجة فاللهم اقض عنه حاجته، اللهم من كان له وطلب فاللهم أجب لهذه الدعوات التي رفعت في هذا اليوم، فاللهم أجب دعواتنا، اللهم أجب دعواتنا، اللهم وقفنا ببابك نسألك من فضلك وإحسانك وكرمك. اللهم يا رب العالمين استجب لدعواتنا، اللهم لا تخيب رجاءنا، اللهم لا تخيب رجاءنا، اللهم لا تخيب رجاءنا يا رب العالمين. اللهم يا رب تولنا بعفوك وتولنا برحمتك وتولنا بكرمك وتولنا بفضلك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.